كابتن، في سؤال بس على المنتخب المصري. كثير الجدل في الفترة السابقة، بس الكل يعرف هل يعني الأصلح للمنتخب المصري في الحقبة القادمة هي منتخب مدرب عفوا وطني ولا مدرب عالمي؟ نبي نعرف رأيك كابتن. يعني هو شوف الساحة الحالية، يعني المدربين الوطنيين ما خدوش فرصتهم. نعم، ممكن يستخدم شخصية مدرب وطني أفضل في الفترة القادمة، إنما لو مدرب عالمي هيضيف للمنتخب ككل ويستخدم الأولاد الموجودين أفضل استخدام، أشوف إن هو الاختيار الأمثل اختيار مدرب وطني. إنما لو حاجة فالتة، حاجة عالمية أو فرصة بالنسبة لنا إن مدرب عالمي، ننتهز الفرصة. فاعتقادي إن المدرب الوطني كان عندنا التجربة مع كابتن حسام تجربة ممتازة. سكولاري رأيك فيها كابتن؟ سكولاري مدرب المنتخب البرازيلي، نعم، إمكانيات كبيرة، إنما العائق اعتقادي العائق هيبقى العائق المادي، المادي صح، المقابل المادي. هل الاتحاد الكرة قادر في الفترة الحالية إنه يتكفل بموضوع المبلغ المالي المرتبه؟ هي دي النقطة. إنما زي ما بقول المدرب الوطني كان عندنا تجربة شخصية، كابتن حسن عمل إنجازات كبيرة مع المنتخب. كل الشكر طبعا لك كابتن محمد بوتريكا، يعني الصراحه على المداخله الجميله هذه اللي بينت لنا رايك في كاس العالم ورايك بفار وايضا المنتخب المصري.